غادة معتوق أرماس تغنيونا نحلم ديما فما أمل ما خيرش من الموجات الإيجابية اللي نبدأ بها فقرتنا في التنمية للبشرية. يحضر معنا كما تعودتوا به محمد خمس للهني خبير القيادة والريادة. صباح النور محمد، نهارك زين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم بكافة المشاهدين الكرام. مرحبا. قبل ما نسمعوا الأغنية قلت اللي في الحياة هذه نحبوا ننجحوا الناس الكل، كل واحد فينا عنده هدف يحب يوصل له وعنده نجاح يحب يحققه، لكن كيفاش نجموا نوصلوا الوصفة السحرية لتحقيق النجاح؟ هو اللي يلزمه تخطيط، يلزمه برنامج، ما يكونش الإنسان عايش هكا عادي ومن بعد فجأة يتحقق الهدف نتاعو. كلامك محلاه وكلامك واقعي. مع هذا نحب نحطوا الفكرة في الواقع التونسي. اليوم فما برشا ضغط، فما برشا عراقيل، فما برشا صعوبات، وفما برشا مسؤولين كسوا إداريين ولا عائليين ولا اجتماعيين مش قايمين بالواجب نتاعهم. مع هذا يلزمني نتحلى بالامل، لازم تكون عندي رؤيه، ويلزم نحقق الاهداف نتاعي اللي تسعدني تفرحني تطورني على المستوى العلمي او المستوى الاجتماعي وحتى المستوى المادي. معناها ماهوش اختيار، هو ضروره. كيفاش نوصل نحقق اهدافي؟ اول حاجه يلزمني نتحلى بانه انا نستحق ان نكون افضل من الماضي. هذه الاستحقاق حاجه مهمه جدا. ثم نبدا نحط في الاهداف نتاعي على مستويات متعدده اجتماعيه حتى جسديه ماديه علميه، كيف باش نطور في المناصب المهنيه نتاعي. نحدد الاهداف نتاعي ونبدا نكتشف في ذاتي من غير ما نقعد مركز مع العراقيل ولا الوضع الاقتصادي ولا السياسه ولا مجلس النواب شيمني فيهم. نتلهى بروحي، تولي عندي انا برلمان نتاعي والمؤسسه نتاعي. بعد ما نحدد الاهداف نتاعي نحدد الأولويات، وهذه مهمة جدا، وهذه ميزة نلقاها خاصة متطورة عند الحكماء وعند المرأة أكثر. تشوفوا المرأة في دارها في الكوجينة نتاعها في خدمتها تحدد الأولويات وتشوف أنه اللبجل ثم الثاني ثم الثالث ثم أنه اللي نجم نتخلص منه. محمد، ثم ناس عندهم العادة نتاعك الأجندة ويكتب وفي الليل قبل ما يرقد يكتب غدوة شنو باش يعمل ويبدا يحددهم. قداش مهمة المرحلة هذه اللي برشا ناس ما تعملهاش؟ مهمة جدا، وأكبر المبدعين كي يرقد يحط بحذاه ورقة وستيلو. علاش؟ قبل النوم فما الحالة نتاع البيتا، التيار المغناطيسي العقلي موجودين، تيارات كهربائية في المخ نتاعنا. في قبل النوم فما تركيز ونوصلوا لدرجة الإبداع. وزاد النجم نوصل لها الحالة هذه نتاع البيتا والألفا دوب ما نقوم من النوم. دونك هنا كي نحدد الافكار نتاعي ونكتبهم، العقل نتاعي بطريقه لا واعيه يقعد يخمم وانا راقد ليله كامله، والصباح نلقى الحلول. ونعطيك دي زيكزومبل، كي كنا نقراو مش نبدا خايف من الاكزامان، دوب ما نرقد نحس روحي رجعت كل شيء، نقوم الصباح نلقى روحي اموري واضحه. علاش؟ اعطيته اوردر انديريكت انكونسيامون مش هو يلقى الحلول. دونك عمليه صياغه وكتابه الاهداف مهمه جدا. يقول الفريد دوزياس وهو خبير اممي، من لا يخطط لحياته سوف يكون ضمن مخططات الاخرين، والاخرين نجموا يخطوا لي بالكدا كما نجموا يخطوا لي حسب مصالحهم الخاصه. هو اساسا حتى النجاح، سامحني محمد، احنا نقولوا الانسان يحب ينجح، لكن النجاح في حد ذاته مفهومه نسبي يختلف من شخص لشخص. معناها اللي تنجم انت تعتبره نجاح، نجم نقول انا مثلا نجم نوصل ولا نوصل خير منه ولا نستنى اكثر منه، معناها تختلف في المساله. حتى تحديد النجاح في حد ذاته ماهوش حاجه علميه ثابته. معناها بيان سور هي ترتبط بالشخص، ترتبط بالمجموعات، ترتبط بالبلدان. ناخذوا اكزامبل، جمعيه نتاع كره مازالت كي طلعت للناسيونال، شنو الهدف نتاعها؟ تقول لك انا كلاسمون نكون بارمي لي 5 بريمي. تكون موجوده هكا ولا بلاد كيما تونس عندها السياحه نتاعها، تقول الهدف نتاعي نعاود نسترجع المكانه نتاعي اللي خذتها لي المغرب وخذتها لي لبنان وخذتها لي قبرص. دونك هنا الاهداف حسب الشخص، حسب المؤسسه وحسب البلاد. سينو تولي احلام ورديه وهميه ونولي داخل في الوهم. نولي داخل اني نغلط في روحي. كيفاش نحقق الاهداف هذوما؟ فما العديد من الطرق، تنعطيو بعض المفاتيح السريعه. قبل ما نعطيو الطرق، انت محمد قلت لي وقت اللي انا نحب نحقق الهدف نتاعي وننجح لازمني نعمل بلانيفيكاسيون، نعمل برنامج وحدي من غير ما ناخذ بعين الاعتبار، قلت انت في المثال نتاعك الحكومه ومجلس النواب وجاري اللي يعمل في الحس والكيس المحفر وعارفي اللي قد تكون عندي معاه مشاكل، انا نعمل مخطط. لكن هذوما اطراف الكل موجودين، تنجمش تلغيهم معناها، وياثروا طريقة مباشرة ولا غير مباشرة على مردودك وعلى في قديش وقت باش توصل للهدف واساسا توصل والا لا. هذا الفكرة الجديدة اللي حبينا نعملوها، انه من الاول نلغي كافة الاطراف والبيئة المتدخلة سلبيا، باش نفكر بحرية بابداع خارج الصندوق بكل راحة، ما نخممش في الفلوس وما نخممش في الوقت. دونك هنا يخرج الابداع اكثر. اذا كان انا من الاول نحط الاطراف المتدخلة والمؤثرة والمعرقلة والمهدة، باش يبداو المارج دو مانوفر نتاعي ضعاف. ثم في مرحلة ثانية بعد ما نوضع الاهداف
الهدف هذا نحطها في ارض الواقع، البيئه المسانده، شكون يهددني، شكون يساندني، هل عندي الامكانيات الماليه، هل عندي القدره الفكريه، هل المجموعه اللي انا نعمل معاها مجموعه عندها روح الفريق. دونك من الاول نبدا بحريه ثم نولي واقعي، امكانيات الانجاز تكون ايجابيه جدا. وهنا نعطي فكره ايجابيه صادمه. في امريكا جي تقول منظمه اتي دي هي اكبر منظمه للتدريب، انه فقط 38% من الشركات الكبرى تحقق اهدافها. دونك شوية بيان سور يعتبر شويه رقم بسيط برشا. اكزاكتومون، هما الناس واقعيين، ما يقولش انا 100% باش نبدل باش نخدم 400,000 وعندي برنامج يعمل اربع حكومات، سي دو بلا بلا. باش نعطيو حاجات واقعيه على المستوى الشخصي، على مستوى المؤسسه، وعلى مستوى البلاد. علاش نقول لك الكلام هذا؟ كي انا نحقق كل عام 3 أهداف ايجابيه في ظرف 10 سنين ولا عندي 30 هدف، صدقني مستواي المالي والعلمي والاجتماعي باش يتطور. لكن كي نقعد مركز على هدف غير قابل للانجاز ما نجمش نحقق. ينجم يعطل برشا انك تعمل تخطيطك غلط، انك مثلا تقول مثلا انا سنه باش نجيب مثلا كاس الفلاني، وفي الاخر انت تعرف لي غير ممكن وما توصلش. هذايا هالفشل هذايا ينجم ياثر عليك من بعد حتى في المرحله اللي بعدها، ياثر على الجانب النفسي، انه الفشل يولد بعض الاحباط وبعض التشاؤم، وتولي عندي قله ثقه في النفس. نقول ماني فشلت قبل بالكش تعود لي نفس المشكله. هذا على مستوى الشخص، لكن على مستوى المؤسسه اذا كان نحط اهداف وهميه هلامية مثالية، نولي ما عادش عندي قدرة أو ثقة في الفريق اللي نعمل معه. نحن نحب أهداف طموحة خارجة من الصندوق، لكن وميمتون قابلة للتنفيذ. كيفاش تكون؟ هنا زادة صدمة إيجابية أخرى. فما الوحيدة في أوروبا هي مؤسسة تدريبية وتعليمية، جامعة، تقري التخطيط بالاستشراف. اليوم عندي معطيات معينة، مثلا في الجانب المالي الدولار، الدينار 3.2 تقريبا او 3.3. اذا كان باش نبني افكار نتاعي على المعلومه هذا والمعطى هذا باش نغلط روحي، يلزمني نستشرف الدينار وين ماشي، اسكو باش يزيد يعوم لا قدر الله، ولا باش ينقض نفسه ويخرج. دونك هنا نعمل دي سيناريو، يولي ما عادش تخطيط استراتيجي، يولي تخطيط استشرافي وبالسيناريوهات. هذا على مستوى مؤسسات. انا نحب ناخذ كلكو زيكزامبل شخصي. انا الهدف نتاعي باش نقص في البوان نتاعي، ولا باش نبطل الدخان، ولا باش نزيد امكانياتي الماليه. نحط قدراتي، كفاءاتي، ثم نحط وين نحب نوصل، ثم نشوف المده والوقت اللازم. هذوما حاجتين ينساوهم الاشخاص، وخاصه المؤسسات ينساوهم. قديش يلزم فلوس؟ المال وقوام الاعمال. ثاني حاجه، هل فما اشخاص نجم تساندني في العمل هذه؟ وفما عراقيل باش تصير ولا يلزمني نتوقع الحلول؟ مع هذا يلزمني نتقبل ونرضى انه نحقق اهداف جزئيه ونسبيه. نحب نختم في اقل من 10 ثواني. عندنا تجربه واقعيه قمنا في المبادره العالميه للحكمه بتركيز فكره اسمها ترشيد السلوك المجتمعي. مشينا لجيبس، لقينا غاديكا انونتين في جيبس بالتشبيك مع السلطات المحليه، السلطات الجهويه، رجال الاعمال وشخصيات رائعه في جيبس، شباب في مناصب مهمه جدا. وضعنا استراتيجيه للتنفيذ، استراتيجيه تشغيليه، واعطينا مهام لاولاد الجهه، ما جبنا لهمش فكره من تونس امبوزي. صدقني مازلنا مروحين في الطريق، وبدا العمل نتاعهم ينجز. علاش؟ الفو امبليكي لي جون، الفو دوني كونفيونس و جون، وثاني حاجه لازمك تعطيه خريطه الطريق واقعيه. دونك هذه بعض الامثله العمليه على الربط بين الامل في الحياه. وعلى فكره الفقره اللي قدمها زميلكم ممتازه جدا، ويتبعوا فيها خاصه الشباب. ناس جيعانه وعطشانه الافكار ايجابيه فيها امل. دونك نعطيه الامل، ما نعطيوش الوهم، ونعطيو خطة ورؤية قابلة للقياس والتعديل. وإن شاء الله ما يكون كان الخير خاصة للمستقبل. ويظهر لي الفقرة هذه خاصة محمد تكون ناجعة وتعاون برشا الشباب اللي اليوم وإحنا طالبين منهم يعملوا مشاريع وما يستنيوش وظيفة عمومية وما يستنيوش عروض الشغل ولا التشغيل. مهم جدا إنه هالشباب اللي اليوم يخمم باش يعمل مشاريع يحدد أهدافه، يعرف المحيط نتاعه، يعرف إمكانياته، وخاصة أنت قلت حاجة مهمة، يعرف شكون اللي باش يعاونه وشكون اللي باش يعطله. هذه حاجة مهمة، الصدق مع الناس اللي تحبها تتعامل معك، كسوا في برنامج تلفزي أو في برنامج استثماري أو حتى في العائلة، لازم تكون صادق. هذه إمكانياتي، هذه أهدافي، وانتم راهم باش تخدموا ليتاش هذوما، وراني صدري مفتوح لكل المقترحات الإيجابية. باش تلقى ناس تساند، باش تلقى ناس تعرقل. المساندين حاول نحتضنهم
ونحاول نقرب لهم اكثر منكم، والمعرقلين يا اما نتجنبهم يا اما نلقى استراتيجيه كيفاش نعالج المواجهه نتاعهم. لوبجيكتيف فينال انه ما نقعدش واقف سيلفو بلي، خاصه بالنسبه للشباب. باهي قعدت بطال وعديت الكابيز 9 سنين وقعدت في القهوه وسبيت ولا شتمت الحكومه والنظام 8 سنين، شنو هو اللي استفدت؟ تحمل 5% فقط من مسؤوليتك. يقول لك انا قاعد نصب في المطالب وشاركت في لي كونكور الكل وما جاوبونيش وما فما شيء. عندنا برنامج مهم ونعطيك هنا ارقام. سوق الشغل الخفي لو مارشي كاشي في 80% من فرص العمل مش موجوده لا في الجرايد لا في لي سيت ويب لا في لي بيرو دونكور. وين نلقاوهم؟ جيب الكونديداتور سبونتاني، جيب المشاركه في معارض، جيب اني نمشي للي بواد دو كونسلتاسيون بريفي وجو ديبوز ما كونديداتور، نولي انا نروج ونسوق لنفسي. فما معرض باش يصير في فيفري اسمه معرض لي ريسورس هيومان، هذه فرصه كبيره. نهز معايا السي في نتاعي ونهز بورتفوليو ونهز الليتر دو ريكومونداسيون ونعمل كارت فيزيت نكتب فيها شيرشور دومبلوا تبعني. موجوده هذه في العالم؟ موجوده في العالم، احنا مازلنا نستعملوها. هذا يكون موضوعنا المره الجايه محمد، خاطر مهم جدا. فما برشا شباب عندهم صحيح الشهاده اللي يقولوا هما خذيناها وعلقناها في الحيط وما عملنا بها شيء، لكن راهو الشهاده وحدها ما تكفيش، لازمك تعرف وين تبحث وكيفاش تبحث، زاده كيفاش تقدم روحك وكيفاش تكتب نصك وتكون الورقه تقدمك. يكون البحث بطريقه جديده، وانا جربتها فيك دي جون ونعطيهم دات لاين، نقول له بين 3 ل 6 اشهر كان ما تدبرش ستاج او ما تدبرش بدايه خدمه او خبره، الفلوس تاع الاكومبانيمون تاعك نرجعها لك وعليها 20%، خاطر نعرف شنو نعمل انا والليكيب وبعض الزملاء اللي قاعدين يخدموا على الميدان هذا. يلزم نطور طريقه العرض والتسويق نتاعي. قاعد في دارنا نبكي ونشكي والله ما يجيش ونستنى في فرصه. دق البيبان بتفاؤل. فما زوز قوانين مهمه، قانون التوفيق والتوكل مع التخطيط، وصدقني او بو دو 3 à 6 mois تتبدل الوضعيه كومبليتمون. ان شاء الله ان شاء الله خير، المره الجايه نتقابلوا مع بعضنا ان شاء الله حتى لين نعاونوا الناس الكل في انهم يفتحوا ثنيه لانفسهم، في انهم يصنعوا طريق جديد وما نستناوش الفرص. احنا نشكرك مره اخرى محمد، يعطيك الصحه على الحضور. احنا مازلنا مواصلين معكم بعد شويه باش نتحدثوا على البنايات المتداعيه للسقوط، ويحضر معنا في البلاتو سي نجيب السنوسي. لكن نذكركم بنص المسابقة الموضوعة على ذمة الناس الكل، تدخلوا لصفحتنا على الفيسبوك في تونس. سؤالنا يقول ما هي نتيجة مباراة إياب نصف نهائي كأس رابطة الأبطال الإفريقية بين الترجي الرياضي التونسي ونادي غرة أوت الأنغولي، ومن المترشح للدور النهائي لأمجد الكؤوس الإفريقية؟ تدخلوا على صفحتنا تلقاو التصويرة اللي فيها شعار الترجي وشعار الفريق المنافس تحت، هي تخليوا إجاباتكم صحيحة وتدخلوا معنا في القرعة. الإجابات الصحيحة باش تكون عندها وصل شراء. اليوم نختاروا معنا 4 فايزين، دونك 4 فايزين كل واحد وصل شراء بقيمة 100 دينار من الترجي ستور. قلنا باش نتحدثوا على به يظهر لي عملنا تبديل في الكوندكتور، به مش مشكل. سي فوزي عيد عضو الغرفه النقابيه لوكلاء العقاريين، مرحبا بك سي فوزي، نهارك طيب. عايشك وانت بالامثل. نتحدثوا على سكنه اكسبو، نتحدثوا على فرصه هامه كان النجم نقولوا للتوانسه في انهم يكونوا موجودين في المعرض هذايا، باش يكون فرصه للالتقاء مع الباعثين العقاريين، فرصه انتم زاده بين انفسكم قد تكون لشراكات، لكن هات نعطيوهم التواريخ باش نكونوا موجودين في الاتحاد للصناعة والتجارة ابتداء من نهار 25 إن شاء الله. بالفعل هو موعد سنوي، هو سؤال في دورته الرابعة سنة، هذه الرابعة سنة. الموعد 3 أيام، 25 26 27 أكتوبر، بمقر الاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة بحي الخضرة بتونس. فرصة هي باش الناس اللي تحب تشري عقار، والناس كل تخمم في الشيء هذا، هذا فرصة جديدة إن شاء الله تكون متاحة للمواطن حسب إمكانياته وحسب ظروفه. نعرفوا للمواطن يتشكى ديما من الغلاء. سي فوزي انت بديت لي بالوتر الحساس، اكيد ما فماش تونسي ما يحملمش انه يملك دار، انه يكون عنده دار ويرتاح من مشكل الكري اللي مطروح عند التوانسه الكل. لكن اليوم زاد مع الازمه الاقتصاديه، مع ارتفاع اسعار العقارات، مع المحدوديه معناها الامكانيات نجم نقولوا الزايده عند التونسي في انه يخبي تفتوفه ويمولك التمويل الذاتي الاولاني نتاع المساكن، تتعقد الامور
الامور وتصعب عليه. المعرض هذايا هل اليوم باش يقدم تسهيلات، باش يقدم فرصه مختلفه للتونسي، والا باش يكون في حدود اللي متستانسين به تدفع جزء معين والباقي من البنكه والاسعار اللي تعودنا بها ونعرفوا الاسعار اللي هي حقت ارتفاع كبير؟ بالنسبه للاسعار وهي اهم نقطه، الاسعار عندها سنتين تقريبا ما ارتفعتش، راه قعدت في نفس المستوى نتاعها 2017 و2018 كي نشوفوا لارغيس دو ليموبيلي نلقاو نفس الاسعار، لكن قبلها في السنوات عملت اللي قبل كبير. عملت ارتفاع بمعدل تقريبا 10 او بين 8 و 10% كل سنه. الارتفاع هذا خلاها تبعد على القدره الشرائيه نتاع المواطن، لكن في الاثناء وقت قعدت سنتين ما ارتفعتش، هذه نقطه ايجابيه. وعلاش هي ما ارتفعتش؟ لسبب واضح وبسيط، انه الطلب انقص. والطلب انقص مش في رغبه المواطن، المواطن كما كنت تقدمت انت وحكيت هذا شغله الشاغل، يحب يجري امنيته، وساعات الامنيه ولات تصعب شويه. المعرض هذا مش يكون فرصه، لانه الباحثين العقاريين يحبوا يبيعوا، اي وشيء ثابت اللي هو المبيعات السنه ما كانتش في مستوى البرامج اللي كانت مطروحه، والمواطن يحب يشري. يعني عندنا زوز اطراف متوفرين، ما على الا اش قعد انه نتقاربوا على مستوى الاسعار. الاسعار قلت لك من شيره ما ارتفعتش، واكثر من هكا كل باعث عقاري ينجم، ويظهر لي ثم برشا فرص في الاتجاه هذا، ينجم في المعرض هذا يعمل تخفيضات. وحسب مبدئيا ما نحبش نتكلم باسمهم، لكن ثابت اللي ثم تخفيضات وثم فرص جديده باش الناس تشري الشقق. هي الازمه في شيرتين كما قلت سيادتك سي فوزي، التونسي اللي يحب يشري دار وما عادش خالط، لكن زاد الباعث العقاري اللي عنده برشا زيادات خلت انه زاد التونسي يعزف على الشراء، والاسعار معناها ما ينجمش يزيد ينقص، وزاد عنده هامش ربح وعنده مصاريف كبيره، لكن زاد ازمه كبيره في قطاع العقارات لانه المبيعات انخفضت بشكل كبير، وقاعدين نشوفوا معناها في الحديث هذايا على وسائل الاعلام الكل. اليوم نمشيو لتوجه ثاني، نحكيو على الاشقاء الليبيه والجزائريين اللي السوق هذايا مفتوح امامهم، يدخلوا في منافسه مع التونسي اللي هذايا قد يكون حل للباعث العقاري، لكن قد يعقد الازمه بالنسبه للتونسي. من الناحيه النظريه نوافقك في الكلام، اما من الناحيه العمليه مستحيل باش يكون ثم منافسه بين المشتري اللي من الدول الشقيقه، زوج دول اللي سميتهم، والتونسي. كيفاش؟ لانه ثم شروط، شروط خلات اللي ثم ان سيغمون دو مارشي، معناتها جزء من السوق ما يدخلش فيها المواطن اللي جاي من ليبيا والا من الجزائر، اللي هما تحت 300,000 دينار. يعني المواطن الليبي اللي يحب يشري بدون ترخيص يلزمو يشري عقار بقيمه تتجاوز 300,000 دينار. من هنا التونسي يبحث في اغلب الحالات على شقق ولا على عقارات في اقل من 300,000 دينار. يعني دو سيغمون دو مارشي يختلفوا، مش في اغلب الاوقات فوزي، على خاطر 300,000 دينار توا حتى في بعض الاحياء الشعبيه معناها توصل دار ل 300,000 دينار، دونك ماهوش شرط تعجيزي بالنسبه للاشقاء. مش في الاحياء الشعبيه 300,000 دينار، لا مستبعد باش نكونوا في بورتمين في المروج اليوم قداش يعمل؟ يعمل من 170,000 اس بلس 2، يعمل 170,000 حتى 250,000 اقصى تقدير، 250,000 اليوم في الموروج. في الحالات العاديه كي نمشيو للسبروس ولا للسنيت نلقاو عندهم مساكن شعبيه، لكن لا 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 مساكن اقتصاديه ومحسنه زادا ودو كاليتي، وثم الاسانسور وثم الشوفاج وثم لي كوموديتي اللي يحبهم التونسي كل متوفرين، وفي الفرشات هذه. يعني ريالمون معناتها وإحنا عايشين في السوق وعايشين في وقت اللي نحكي، وزاد نحكيو على الاسعار الموجوده عند الباعثين عاديين، معناها نحكيو على بروموتور عادي يجي يبني ما نلقاوش الاسعار هذه، معناها تكون اغلى برشا. وانت تعرف زاد كيف الانتظار بالنسبه للمؤسسات اللي تحدثت عليها والمساكن هذه، التونسي يقعد برشا يستنى، معناها قد يستنى حتى 10 سنين ولا اكثر باش ينجم ياخذ دار في الاسعار التفاضليه. من لحظه انه يقرر باش يشري مش باش يقعد يستنى، معناتها لكن باش يقرر باش يشري ربما لازمته يخمم اكثر من مره لوندروا وين يحب بالضبط، ينجم يتغير في مكان السكنه نتاعو، ربما يخمم يغيرها الموقع هذا، هذا ممكن ياخذ سنوات. اما بالنسبه للقرار الاقتناء ما ياخذش برشا وقت، يكفي انه يكون عنده لو شيما دو فينونسمون. الاشكال بالنسبه للتونسي انه طموحه يحب يشري
في بلاصه ممتازه والشمات في نص ممتعه وما ما يسمحش. هذا هو هذا هو الاشكال الحقيقي فهمت. هنا تونس للاسف الشديد مع عاصمة بالذات اللي فيها الإشكال، لأنه في بلايس آخرين ما نقوهاش الإشكال هذايا، أو حتى كان قيناه ما نقوهاش بنفس الحدة، أنه وقع زوناج معناتها. بلاصة كيما عين زغوان كي تعملت أليبوك أميناجمون أفهاش وكل شيء على أساس أنها مش تكون للمواطن التونسي العادي باش ما نقولش الزوالي. اليوم اليوم الأسعار بشوية ارتفعت برشا، معناها شكون ياخذ شوية بشوية ولات الزون نتاع ديزون برجوازية سي باش يولي قريب يولي أن لوكس. هوني الإشكال الحقيقي، أنه الناس كل تحب تشري في بلاصة لوكسيوز وإمكانياتها أقل. أما نجموا نلقاو في تونس في مثلا في بن عروس، في تونس الكبرى نحكي، في منوبة، في طريق رواد، في حي الغزالة، نلقاو ب 200 ألف نجموا نشريو، ب 250 ألف ناخذوا الشقة ثلاثة بيوت وصالة، زوز بيوت وصالة نجم نلقاوها حتى ب 160 و 170 ألف. بنفس الفينيسيون نتاع الأسعار الأخرى اللي تقريبا نحطوا عليها؟ نفس الفينيسيون، الاختلاف بسيط من البروموتور للبروموتور، كل واحد عنده البلوس نتاعو، الاختلاف هو لوندروا. أما إذا كان أنا ما نحبش نسكن في المروج، معناتها نحب نسكن في عين زغوان وعندي إمكانية نتاع 200 ألف، 200 ألف ما عادش تجيب في عين زغوان. هوني الإشكال، علاش لوتيسمون كان هكايا وقاعد ديراباج معناتها اون كيلكو سورت في الرياليزاسيون نتاعو، ما قعدش ايكونوميك ولا ستاندينغ. هذه اشكاليات يعني تهم الدوله كامله، المفروض خطط لها بالباهي واهتمت، وربما نحس ثم توجه جديد توا كمثلا لافهاش في المشاريع جديده في اللي اسمها لي جاردان دو تونس اللي هي تجي في منوبه. تحس ثم توجه باش تصلح الاخطاء هذه. ومدينه كما مدينه لي جاردان دو تونس يعني تقسيم كبير في اكثر من 300 هكتار ينجم يكون حل، وحل بحول الله ما ان شاء الله ما يوقعش فيه نفس الديراباج، والمواطن ان شاء الله ينجم يشري. وكما قلنا المعرض هذا هي فرصه، البروموتور يحب يبيع والمواطن يحب يشري، الالتقاء معناتها ساهل ياسر، يكفي ان البروموتور يعمل الرميز ولا يعمل فاسيليتي دو بايمون للشاري، والامكانيات وارده. باهي ان شاء الله سكنه اكسبوز هذا قد يكون فرصه للباعثين بيدهم انهم فرصه يتلقاو، قد تكون ما بيناتهم شراكات، قد نشوفوا مشاريع كبرى مشتركه، هذا مطروح والا لا؟ مطروح سواء للباعثين العقاريين والا المدخنين الاخرين. دليل على ذلك انه يوم الافتتاح اللي هو غدوه على الساعه 11 من طرف السيد وزير املاك الدوله، مش يوقع محاضرات تتعلق بتملك الأجانب، مش تتعلق بدور الوسيط العقاري في تسيير أملاك الأجانب، لأنه الأجنبي اللي مش يشري هذايا اللي احنا متخوفين منه أو البعض متخوف منه. أنا مانيش متخوف، مش يستغلها بقية العام، دونك ثم ناس مش تجي وراه، دونك ثم ناس أخرين مش تخدم كيما الوكيل العقاري اللي هو أحسن هيكل ينجم يقوم بالمهمه هذه. كيف ثم اليات التسويق، لانه العالم كل قاعد يتطور اي كومبري التسويق العقاري، ديجيتاليزاسيون سورتو، وبرشا جوانب اخرى، ثم دي سيت ويب اللي موجودين، ثم يعني برشا اليات جديده مش وقع تعرض لها في على هامش المعرض هذا، وهذه فرصه باش يتلقاو المهنيين والحرفاء والصحفيين زاد كيف مرحبا بهم. شكرا لك سي فوزي عياد، يعطيك الصحة على كل المعلومات هذه. نذكروا سهدا للمشاهدين بسكنة إكسبو اللي إن شاء الله باش يكون موجود في قاعة المعارض باتحاد الصناعة والتجارة. شكرا لك، يعطيك الصحة على كل هذه المعلومات. احنا باش نواصلوا مع استقبال ضيوفنا، بعد شوية تلتحق بنا مدام سامية معمر المديرة العامة للفلاحة البيولوجية، معها نتحطوا على ملف هام جدا وواعد الفلاحة البيولوجية، لكن بعد ما نشوفوا التقرير هذايا نمشيو نتحطوا على الميزان التجاري ثم راجعين. الميزان التجاري الغذائي خلال 8 أشهر الأولى من عام 2018 سجل تحسن في نسبة تغطية الواردات بالصادرات مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2017. التحسن هذا جاء بفضل تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسبة 68.6%، واللي ساهمت في تقلص العجز التجاري الغذائي بنسبة 82%. حسب أرقام نشرتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، ضعفت صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية وبلغت 166.8 ألف طن مقابل 59.7 ألف طن عام ناول. ومن حيث القيمة كانت السنة الفارطة في حدود 553 مليون دينار، السنة بلغت 1590.3 مليون دينار. كما تحسن مستوى الأسعار ب 3%.
وتطورت عائدات صادرات التمور بنسبة 38%. أما التمور البيولوجية فزادت عائداتها بنسبة 52% من حيث القيمة، و 31% من حيث الكمية مقارنة بالموسم السابق، خصوصاً نحو الأسواق الألمانية والإسبانية والكندية والولايات المتحدة الأمريكية. كما ارتفعت قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 27%، وتحسنت قيمة صادرات القوارص بـ 8%. وشهدت مصبرات الأسماك ارتفاع بـ 19%. صادرات الغلال هي زادة سجلت ارتفاع بـ 44% من حيث القيمة و 41% من حيث الكمية، خصوصاً مع ارتفاع نسق التصدير نحو السوق الليبية والإيطالية. إجمالاً، مثلت قيمة الصادرات الغذائية خلال 8 شهور الأولى من سنة 2018 13% من إجمالي صادرات التونسية مقابل 9.3% خلال الفترة المماثلة للعام 2017. هذه بعض الأرقام شفناها مع زميلتنا حنان. نتحدث على الفلاحة البيولوجية، هي الحقيقة موجودة في تونس منذ سنوات، لكن تقعد ديما مجال اللي مازلنا عندنا برشا إمكانية أن نطوروه، نخدموا على الصادرات، نخدموا حتى على التوزيع داخلي على شلي. برشا تفاصيل باش نسألوا عليها ضيفتنا مدام سامية معمر، المديرة العامة للفلاحة البيولوجية. نهارك زين مدام سامية، مرحبا بك. نهارك زين. شفنا بعض الأرقام فيما يخص الميزان التجاري ولا الغذائي، أما أنا نحب ناخذ أرقام الفلاحة البيولوجية بالتحديد. كي نرجع هكا شويه في الليستوريك، نلقى اللي في فتره مات احتلينا مرتبه اولى على اساس انه احنا نصدروا تقريبا 31 بلاد. الارقام زادت تقول انه 5000 طن تم تصديره خلال 2017. هات اليوم بلغه الارقام كان النجم نقولوا نحدوا مكانه الفلاحه البيولوجيه في الاقتصاد التونسي. بارك الله فيك. بالنسبة للفلاحة البيولوجية هي قطاع نجم نقولوا واعد على المستوى العالمي، وتونس عندها مكانة كبيرة باش تحتل مناصب هامة في العالم هذايا. تونس بلاد صغيرة ولكن عندها انتاج متنوع وعندها امكانيات هامة، على خاطر تعرف اللي احنا في تونس ما نستعملوش برشا مبيدات كيميائية في اهم على الاقل المنتوجات نتاعنا اللي هو زيت الزيتون. تعرف اللي ثما ما نفوتوش 5% من الزراعات نتاعنا نتاع الزيتون اللي هما يتم مداواتهم بمواد كيميائيه. دونك يخلينا مجال كبير وواسع بالنسبه للقطاع هذا. التمور نفس الشيء والعديد من مجالات اخرى. احنا بالنسبه للارقام باش نقعد على الارقام، نحب نقول اللي تونس اليوم في الصادرات المنتوجات البيولوجيه اقتحمنا تقريبا على مستوى الخمسه قارات موجود المنتوج التونسي البيولوجي. عام كما عم ناول دخلنا تقريبا ل 37 دولة اللي متواجد فيها منتوجنا. قيمة الصادرات نتاعنا نتاع المنتوجات البيولوجية نجم نقول لكم في 20 سنة الأخرانيين، معناتها كي نرجع حتى أقل ديزون من 2003 كنا 4 مليون دينار، اليوم فتنا ل 530 مليون دينار كتصدير. وتعرف أنت قداش هذه هام للميزان التجاري نتاعنا، وبالنسبة لتونس قداش العملة صعبة هامة. القطاع هذايا اللي مشينا فيه بيع كبير هو زيت الزيتون. اليوم زيت الزيتون نجم نقولوا اللي احنا قعدنا في العوام الاخرى في الثلاثه في المرتبه الثلاثه مراتب الاولى بالنسبه للعالم، ما بيننا وبين اسبانيا وايطاليا. عام ايطاليا، عام اسبانيا، عام تونس. اخر مرتبه كنا فيها احنا الاولانيين كانت 2008، وان شاء الله في الاحصائيات الاخيره 2017 باش تكون تونس عندها المرتبه الاولى في مساحات زيتون البيولوجي على المستوى العالمي، وهذا هام وهام جدا. هذا اللي خلينا عام كما عم ناول زدنا تقريبا اكثر من 100,000 هكتار من الزيتون اللي دخلوا تحت نظام الفلاحه البيولوجيه، وخلينا نوصلوا الى انتاج هام وهام جدا اللي هو وصلنا تقريبا 150,000 طن من الزيت الزيتون البيولوجي في عام الاخراني. بالنسبه للقطاع ككل اليوم عام كما عم ناول فتنا الانتاج
مليون و200 ألف طن من الإنتاج البيولوجي بما فيه الزيتون والدقلة والخضر والغلال والمنتوجات الغابية إلى غير ذلك والمنتج الحيواني. دونك نحب نقول اللي القطاع هذا عندنا إمكانيات كبار. عندنا عطاو نجيو نحكيو على الامكانيات مدام ساميه، اما انا نحب نسال علاش وقت نحكيو على فلاحه بيولوجيه في اغلب الاوقات تتربط بالتصدير وبالتسويق في الخارج، علاش اليوم في تونس نلقاو ثقافه استهلاك كل ما هو بيولوجي، يعني نحكيو على فلاحه غير كيميائيه، علاش ناقص في تونس؟ علاش ماناش قاعدين نخدموا على السوق الداخليه؟ هل انه مشكل عندنا احنا في التوزيع وفي منافسه زاده بالنسبه للاسعار؟ والا قد يكون ثقافه التونسي اليوم ماهي مش ياسر واعيه باهميه انه نستهلكوا مواد خاليه من كل اضافات كيميائيه. يعطيك الصحه. اول حاجه يلزمنا نرجعوا شويه للتاريخ وكي بدينا في القطاع هذايا تقريبا في اوائل دونك من 1999 وقت اللي حاطين القانون، السوق التونسيه غير ما كانتش طالبه للمنتوج هذا، ما كانش معروف المنتوج البيولوجي على السوق المحليه. وقتها كان السوق العالمية والطلب بالسوق العالمي هام وهم جدا خاصة في أوروبا وأمريكا. دونك احنا كانوا عندنا خيار إذا نحبوا ندخلوا للقطاع هذا وننميوه، عندنا سوق طالبة واضحة طلباتها معروفة اللي احنا عندنا فيها إمكانية أن ندخلوها، يبيها باش ندخل للسوق هذيك ونحط لي فور نتاعنا قوتنا الكل على السوق هذيك ان نقتحمها ونحط المنتوج التونسي، ومن بعد بطبيعتها بالتطور نتاعها باش يدخل وباش يسمع بها التونسي وباش يفهم يولي فيه طلبات. اي دونك هذاك كان الاختيار نتاعنا الاول اللي خلانا ندخل السوق العالمي وخدمنا على السوق العالميه وطلبنا وخدمنا على الاعتراف بمنتوجنا وبمصداقيه نتاعو على السوق، اهم سوق اللي هي السوق الأوروبية، وكنا من الدول الأوائل اللي تم الاعتراف بنا كمنتوج بيولوجي، معناها كي تنتج في تونس كوش عليك في أوروبا من عام 2009. لكن عمني لو تسمح مدام سامية، صار إشكال كبير فيما يخص زيت الزيتونة، وسمعنا الناس الكل أنه تم رفض كميات وهذه على خاطرها غير مطابقة للمعايير الدولية وتم اكتشاف مواد كيميائية، معناها هذا الكل ما نعرفش صحته من عدم هذه، أنت تتأكدوا لنا، لكن يأثر حتى إذا كان ما يكونش صحيح راهو يأثر على مصداقية وعلى صورة المنتوج التونسي البيولوجي في الخارج. بارك الله فيك. الحاجه الهامه في الحاجات هذوما انه يصيروا اشاعات ولا يصير كلمات بالطبع ياثروا على قطاع. نحب نقول بالنسبه للاشكال هذا بالذات احنا كان لينا كوزاره الفلاحه بيان توضيحي في هالمجال في يوم 3 افريل 2018 على اثر صدور معلومات في المجازين 60 مليون دو كونسوماتور على اساس انه ثم ماده الفتالات تلقاوها في ديزيشونتيون اللي شافوه مش كان زيت الزيتونه التونسي، مع العلم اللي ثم ديزيشونتيون اللي قالوا عليهم فيهم موجودين في تون في المتواجدين. واحنا بينا اول حاجه، شوف راهو كي نحبوا نسيئوا المنتوج ولا البلاد أسهل منها ما فماش، ولكن التصليح يلزم يكون عليه حاجات واضحة وهذه اللي كان فيها التوضيح. ما نتصورش اللي المجال اليوم هو أنه باش نعاودوا نرجعوا نجموا نرجعوا البيان التوضيحي اللي خرجناه كوزارة الفلاحة ودوسي معناها بالنسبة لينا اكتمل وتسكر، ما فماش علاش نعاودوا احنا بيدنا نعاودوا اون فين بوليميك معناها على هذايا. حاجة الوحيدة اللي نجم نقولها لك، الفتالات اللي تم الإعلام عليها هي راهو في القوانين الفلاحة البيولوجية ماهوش موجود. ثاني حاجة، ما ثم حتى معايير دولية على مستوى الفتالات بالنسبة لزيت الزيتون، ثم كيلكو نورم بريفي، والإشكال نحيناه على خاطر الزيت الزيتونة اللي قالوا عليه ساعة والحاجة ما فيهش علامة تونسية. ثاني حاجة اللي قلناها اللي هو ما ثماش زيت يخرج، وبالذات هذاك الماركه هذيك تمت عندنا فيه ليزاناليز الكل اللي ما فاتش النسبه اللي موجوده في معيار في المانيا، معناها حاجه تري تري سبيسيفيك اللي هي
ما تخليش نعملوا بوليميك. احنا عملنا لروحنا نحبوا نقولوا بوليميك الوغ احنا الدوسي هذايا راهو ما ثماش وحبينا نمشيو بالذات للزيت الزيتونه البيولوجي الوغ هو فالابل للزيوت الكل وهو الفتلات هي ماده في البلاستيك اللي القوانين موجوده على الميغراسيون نتاع البلاستيك ماهوش على المنتوج اللي في وسط الوي. دونك لو تسمح اي شورتي هذيا دوسي تم اكتمل ومن من هو كان احنا تو رجعنا له على خاطر نحكيو على سمعه المنتوج التونسي اي هام مهم جدا على خاطر بالنسبه للسمعه نتاعنا كيف واحد يحب كيف انت تبدا تطلع وتبدا تظهر وتظهر على سوق اللي هي هامه وهامه جدا اكيد فب اطراف خارجيه ما يساعدهاش صحيح ما يلزمش الانسان يكون معناتها هذا واضح وكي تجي تونس تقول انا اثناء باش نولي الاولى عالميا في زيت الزيتون البيولوجي قل لي انت وكان هذا ماهوش خبر اللي يقلق واللي يخلي الناس تفركس دونك الحاجه الوحيده انه راهو ما ثماش توقيف نتاع منتوجنا ما صارش توقيف نتاع زيت زيتونه في المجال هذايا ما ثماش زيت زيتونه بيو رجع لتونس وما ثماش زيت زيتونه وقف حاجه الوحيده نحب نقولها اللي رانا احنا مربوطين بشبكه كامله على مستوى الاتحاد الاوروبي اللي هي ليزاليخت هذه الاوفيس اذا ثم اي اشكال على مستوى اي منتوج بيولوجي يخرج من تونس يمشي لاوروبا عندنا اوتوماتيكمون لاليخت تخرج وتوصل البيرونا في الوزاره اللي هي ثم لاليخت ناخذوها مدام سامية باش نرجعوا نحكيوا على المراقبه راهو في المجال هذا ما ثم حتى اليخت وصلتنا من الاتحاد الاوروبي واضح في الاطار هذا باش نرجعوا نحكيوا على مراحل المراقبه اللي تصير حتى نضمنوا جوده المنتوج والكفاءات خاصه التونسيه لانه مش سهل نحكيوا على قطاع حساس جدا ويتطلب امكانيات تقنيه وبيرسونيل زاد يكون كاليفي حتى يعرف قيمه المنتوج اللي خرجوا لكن نمشيو نشوفوا تقرير الفلاحه البيولوجيه ناخذوا عليه اكثر تفاصيل في التقرير هذا ومن بعد راجعين. محمد بالحرشة منتج ومصدر في قطاع الفلاحة البيولوجية من جهة دستور بولاية باجة منذ 18 سنة بدأ في الاهتمام بالقطاع وانطلق في العمل على تطويره والبحث عن أسواق خارجية للترويج للمنتوج من الغلال خاصة اللي كثر عليه الطلب في السنوات الأخيرة. الفلاحة البيولوجية هي نمط تقديم أنه نتعامل مع الشجرة بدون مواد كيميائية نركز على غبار فهمتي الكومبوست المستثمر اللي هو فيه تحضير وفيه قراية وفهمتي فيه خدمة أنه يتكون فهمتي من عديد المكونات البيولوجية وتحت مراقبة مكاتب التصديق اللي هما مرخص من طرف الدولة. في نفس الوقت دخلت مبيدات بيولوجية متطورة ياسر من كندا من الدول اللي هي غالية برشا فهمتي معناتها فما صعوبات لاقتنائها فهمتي خاطر فهمتي ماهيش مدعمة القانون تاع الفلاحة البيولوجية. إذا عندك أشجار وكنت عالجتها قبل 2000 مثلا العام اللي بديت فيه أنا كانت تاخذ في الأسند الكيميائي كانت لازمك تحول مرحلة انتقالية 3 سنوات وفي نفس الوقت في الأراضي البيضاء سنتين برك يعطيو فهمتي القانون يخول الاتحاد أوروبي باش تدخل في الفلاحة البيولوجية كنت تزرع في القمح والشعير بالأسمدة لازمك ترتاح على الأرض عامين وتكون عندك ورا شروط وعندك فهمتي مكتب تصديق يرقب فيك عملك زيارة معلنة وزيارة مفاجأة ويدخل معاك فهمتي في الكادي شارج ويثبت ويعطيك التوصيات اللازمة حتى تكون ما تعرفش الفلاحة البيولوجية مش بالضرورة تكون تعرفها في مكتب تصديق هو اللي يعطيك القوانين والأساس كيفاش تتعامل معها. رغم النقص في الإرشاد والتكوين والإحاطة بالفلاح وإشكاليات النقل وغيرها إلا أن القطاع هذا شهد تطور هام وإقبال كبير في الأسواق الخارجية والمعارض الدولية. الفلاح يقول لك أنا ومش نراوش وهي أسهل حاجة هي الترويج الترويج على خاطر فهمتي في الداخل ساهل وفي الخارج أسهل هو أول حاجة الفلاح إذا يحكي على الفلاح لازم يحكي فهمتي على معناتها قيمة الإنتاج ساعة كمية. تكون عنده الكمية تكون عنده عشرات الأطنان وهذا التصدير الشكر يرجع فهمتي وكالة النهوض باستثمار فلاحي أن هي فهمتني تسخر وتسهل الفلاح أنه باش يسافر للبلدان الأوروبية كما معرض بيوفاخ في نيورنبرغ كما معرض فهمتي في وستيكا في برلين اللي أنا كل عام نسافرهم كما معرض أخرى في بلجيكا وفي بوردو ومعرض فينيتيك معناها فهمتني وتنجم تحط المواد نتاعك من غير حتى فلوس معناها فهمتي تعرف بروحك ولابيا مشكورة تحط لك فهمتي تعطيك المكان وتعطيك الجناح مجانا معناتها فهمتني وتعطيك اللغه مع سواء باللغه الانجليزيه او باللغه الالمانيه والسفارات نتاعنا موجودين في كل مكان والتجار العالميين اللي يخدموا في النمط هذا كلهم يحبوا يشوفوا وري روحك في الانتاج وري قولوا واش عندي
هز له الغله قول له عندي راني كالوندري راني نجم نوفر لك كل يوم في الطياره زوز اطنان ولا ثلاثه اطنان ولا في كونتينر فريغوريفيك فهمتي 20 طن ولا 40 طن هذا ياسه. واذا فهمتي نحب نصدر واكثر ها عندنا الجزائر قريب ما فهمتي فما شويه دبلوماسيه في الجزائر بين تونس والجزائر اللي الفلاح معناتها وي سي بيكس فهمتي ماهيش موضحه للفلاح كيفاش يجم يدخل للسوق الجزائري خاطر الديوان نتاعها 52% غالي. انا بقيت في النمط البيولوجي كنت نجم نخرج منه في اقرب وقت ما بقيت على خاطر فهمتي خدمه صحيحه من عام 2000 عملت عقود فهمتي مع غازات كبرى فهمتني وانه المنتوج نتاعي ولا ماش مكفيني. قطاع الفلاحه البيولوجيه قطاع واعد وهو مستقبل الفلاحه ككل لو يتم الاهتمام به اكثر ووضع استراتيجيه متكاملة للنهوض به ومساعدة الفلاح على تجاوز الصعوبات واقتحام الأسواق الأجنبية. نقص كبير في الإرشاد، الإرشاد غايب مش موجود، مازلنا نخدموا بالإرشاد التقليدي. أنه فهمتي حتى المرشد ماهوش فهمتي يعمل في التكوين، نحن نقولوا لازم المرشدين يكونوا مهندسين على طراز رفيع. كي نقولوا نحن الصادرات ارتفعت بالعكس ما ارتفعتش الصادرات، هي زادت نقصت. النقص وين وقع؟ وقع فهمتي معناتها كي يقول لك نقص هو يعطيك في أرقام أنه اللورو كان فهمتي دينار و600 طلع ل 3200 3180. بالطبيعة أنت كنت تصدر فهمتي في 300 طن ويتصدر في 110 اثنين قلت راني زدت شويه فلوس ما لما زدتش في الانتاج، الانتاج كله قاعد موجود في تونس. مواصلين نتحدثوا على الفلاحه البيولوجيه، مدام سامية معمر المديره العامه للفلاحه البيولوجيه موجوده وحدنا في البلاتو. مدام سامية نرجع قلنا قبل الفقره المصوره نتحدثوا على الكفاءات، نتحدثوا كما قلنا على قطاع كل الامور فيه مضبوطه، كل شيء فيه تدقيق، يلزموا امكانيات ويلزموا تسهيلات ويلزموا زاده ناس تخدم فيه تكون فاهمه وعارفه القطاع هذا بالضبط كيفاش يكون التعامل فيه. بالنسبه للارقام عام 1997 كنا نتحدثوا على 10 فلاحين في القطاع الفلاحة البيولوجية، الأرقام الأخيرة اللي عندي ترجع لعام 2017 ونتحدثوا على 7400 فلاح، ما شاء الله الرقم تضاعف، ما نعرفش إذا كان نقارنوا بتجارب سابقتنا في القطاع هذايا نجم نقول إنه التقدم هذايا باهي وإلا ينقص شوي. أرقامك صحيحة وهذا يدل على إنه القطاع هذا قاعد يتطور. القطاع هذايا الناس فيه هو أول حاجة اقتناع. الدولة في الإطار هذايا ما نجيش في القطاعات الأخرى تجي تقول أنا باش نخطط باش نوصل كيما نقولوا 20,000 هكتار ونخدم على 20,000 هكتار. الفلاحة البيولوجية هي اقتناع. باش توصل أنت لأي رقم يلزمك تقنع الفلاح وتعطيه المعلومات وهو سيتان انجاجمون من طرفه خاص به اللي باش يدخل في القطاع هذا. هذاك علاش البرنامج باش توصل انه وصلنا ل 7400 ماهوش حاجه سهله بالنسبه للقطاع، فيه قوانين وفيه كراسات شروط وفيه هيكل مراقبه وتصديق وفيه معناها مش عابد قال اي الغدوه باش ندخل الفلاحه البيولوجيه يدخل الفلاحه البيولوجيه وعنده فتره انتقاليه اللي هو عامين ولا 3 سنين حسب المعطيات باش يدخل باش يولي نجم يحط على المنتوج نتاعو بيولوجي. دونك ثم برشا حاجات اللي يلزمهم تتحضر باش توصل. كي نوصل نقول احنا اليوم وصلنا 7400 برشا ولا شويه، كي نقارنوهم في ليفوليسيون هذيا وفي عامين معناها تطور تقريب 50% زادت معناها كاوي. دونك حاجه هامه ولكن نجم نقول انا زاده شويه. اي انا بالنسبه ليا كي نشوف البلدان الاخرين واللي يبداو بعدنا في الفلاحه البيولوجيه نجموا تطوروا اكثر معناها اللي خلاو انهم اكثر عندهم معناتها فلاحه. علاش الاقبال في دول اخرى يكون اكثر على الفلاحه البيولوجيه؟ كما قلنا من الاول مشكله ثقافه استهلاكيه والا ممكن زاده ثم تسهيلات اكثر لتشجيع الاقبال على النوع هذا؟ هو شوف ديما حتى كي نحكيو يقولك البيو للفئه الفئه من الناس ماهيش للناس الكل. أي. البيو ديما هذه الفكره عندها بيو غالي لازم نتاع ناس اللي عندهم امكانيات. دونك برشا حاجات افكار مسبقه اللي خليت انه حتى في الاداره التونسيه والناس اللي ليا بالقطاع هذا ديما خلينا انه الفلاحه البيولوجيه بون قطاع به واعد ويجيب في الدوفي زعما بون ثم حاجات اهم منه كاين ان برودوي دو لوكس صحيح ثم حاجات اهم منه. واحنا الاهميه اللي خليناها باش نجمنا نقدمه ساول حاجه حطينا رؤيه جديده بالنسبه للقطاع 2030 واللي
قلنا راه ما عادش نحكيو منتوج، خاطر كي نحكيو فلاحه بيولوجيه اليوم نحكيو كما قلت انت ان موديل نموذج نتاع التنميه اللي يمشي للفلاحه، معناتها نموذج نتاع تنميه جديده بالنسبه للفلاحه. دونك كي نحكي راهو يلزمني ندخل في مناطق ونطور فيهم، مش معقول اني هنا نعمل في البيو في جنبي قد يداوي في البرودوي شيميك. دونك يلزمك تمشي على مناطق، يلزمك تمشي على التنميه الجهويه، تمشي على مناطق كامله اللي باش تدخل فيها كل ما هو موجود. هذا يتطلب انه تكون عندنا اون استراتيجي كامله موجود هذا في وزاره الفلاحه موجوده مدام استراتيجيه هذه موجوده، والاستراتيجيه هذه باش نقول لك حاجتين اللي احنا مشينا فيهم. ما عادش كما قلت لك نحكي منتوج بركه كما تقول زيتون ولا دقله، نحكي تنميه كامله. وفي الاطار هذا مشينا على اون فوا انه كيفاش الفلاحه البيولوجيه تنجم تطور الاقتصاد الوطني وتساهم فيه. خدمنا على 20 منظومه، نقول منظومة معناها منظومة زيت زيتونة وحدها، منظومة الدقلة، منظومات إنتاج نباتي، ومنظومات إنتاج حيواني، ومنظومات غابية. 20 منظومة نخدموا عليها، راه ماهوش لوحدة لاثنين، مش حاجة سهلة. حاجة ثانية وخدمنا على مناطق نموذجية للفلاحة البيولوجية، كيفاش باش نوريو الموديل هذايا اللي احنا نحبوه باش نطوروا المناطق. ومشينا على بالنسبة لـ 5 إتاج بيوكليماتيك نتاع تونس، 5 مناطق نموذجية اللي تنجم تمثل معناها تونس كامله. مشينا كذلك ان المصداقيه نتاعنا يلزمها تبقى على المستوى العالمي، على خاطر نحب ولا نكره مازال السوق العالميه هي اللي طالبه وهي اللي اكثر انتاجنا يمشي لها. دونك نخدموا على كما قلت انت المصداقيه. حاجات اخرين اللي هي فلاحه بيولوجيه راه ماهوش كان فلاحه، ولكن كذلك تساهم في المحافظه على البيئه وتساهم كذلك على صحه الانسان. في المجال هذايا غيان كي باش نعطيك فكره، البراجات اللي عندنا نتاع الماء والمناطق اللي فيها الماء لموا الماء داكوردو، ولكن شنو هي النوعيه نتاع الماء؟ دونك الفلاحه البيولوجيه تقترح انها تكون هي حاجز ما بين البراج هذاك نتاع الماء والباقي، معناها الفلاحه اللي دايرين به الكل يوليو ينتجوا بيولوجي باش ما تصيرش معناها تسربات كيميائيه للماء. بالنسبه للصحه دونك عندنا برامج برشا استراتيجيه موجوده. وثم كذلك حاجه هامه هي الحوكمه نتاع القطاع والمتدخلين في القطاع، حتى نخدموا كلنا في انسجام باش نعاونوا هالقطاع هذا. الاستراتيجيه ماخذه مثلا في اعتبارها نوعيه المنتوجات، نتحدث وانت قلت لي على 20 منظومه، نفهم منك يكون 20 منتوج باش نسهلوا للساده للمشاهدين. لكن وقت اللي نتحدثوا ديما نعاودوا نسمعوا نفس المنتوجات، نتحدثوا على الدقله، على زيتون، على تين شوكي، معناها حاجات ظاهرين. هل فما فكره انه نطوروا نوعيه المنتوج وندخلوا لمنتوجات يمكن حتى لتوا مازلنا ما سوقناهمش البر؟ مادام احنا توا عندنا تقريب 250 منتوج. 250 منتوج اللي ننتجوا فيه واللي عنده العلامه، دونك عنده سيرتيفيكا نتاع الفلاحه البيولوجيه. 250 بقى تقول لي هذوما اهم في الـ في الـ في الـ في العائدات نتاعهم وفي الانتاج نتاعهم شيء، ولكن احنا قلت لك نخدموا على 20 منظومه الكلهم يلزمهم يتقدموا مع بعضهم. بيان سور كي تبدا عندك منظومه سابقه هذيك مش باش نخليوها، بالعكس نزيدوا عليها وندعموها، ولكن هذا ما يمنعش اللي احنا قاعدين نخدموا على الباقي الكل. وقت اللي حكينا على المستهلك التونسي زاده الى جانب التصدير، يظهر لي زاده يلزم اعتماد كبيرة حتى نخدموا على الاتصال، نخدموا على التسويق ونوصلوا الصورة اللي تحدثت عليها سيتك وقت اللي تقول لي راهو ماهوش ان برودوي دو لوكس وماهوش للناس اللي عندهم فلوس وماهوش بالضرورة اغلى من المواد الاستهلاكية الاخرى. اليوم شنو هو المجهود اللي قاعدين تخدموا فيه في الاطار هذا واحنا متوجهين للتوانسة اللي موجودين في تونس حتى نغيروا هالعقلية نتاع استهلاك البيو؟ عندك الحق، هذا داخل في الاستراتيجية نتاعنا. دونك الاستراتيجية الكوميونيكاسيون دونك الاعلام والمعلومه الصحيحه اللي يلزمها توصل للمستهلك. كما قلت لك احنا بدينا على السوق العالميه وختمنا على السوق العالميه والمصداقيه، ولكن رجعنا خاطر توا ثم طلب كبير من مستوى ووعي من التونسي لكل ما هو معناها مخاطر صحيه ومخاطر بيئيه من الاكثر صحيه. ولقينا اليوم انه وانت تنجم تراه ونعطيك حتى قائمه في نقاط البيع اليوم اللي ولات تطورت، خاطر ثم الناس طالبه للمنتوج هذايا.
اليوم التعريف بالمنتوج هذا خدمنا غير ما معناها خدمنا برشا على التعريف بالمنتوج هذا ونكملوا ونخدموا كما قلت يتطلب برشا معناها دعم بالنسبة للبرنامج هذية هذية قايمين به احنا على مستوى الوطني وحتى على المستوى الخارجي للتعريف بالمنتوج البيولوجي التونسي ولكن العمل مازال ومازال برشا خدمه على في الاطار هذا. وقت اللي نحكيو على نقاط بيع مدام سامية نحكيو على اسواق منظمه مثلا تابعه لوزاره الفلاحه والا نلقى نحكيو على لي غيون اللي نلقاهم في لي غراند سيرفاس ومكتوب عليهم بيو. وقتاش نلقاو سوق مثلا منتج للمستهلك كيما موجوده بالنسبه للخضار الاخرى تكون موجوده للبيو. نحكيو على المبادره الخاصه والتونسي كما قلت لك اليوم تحكي على 7400 متدخل في القطاع هذايا التونسي اذا اقتنع بشيء ويلقى يلقى معناها الطلب اللي باش يخليه يستثمر في القطاع قاعد يمشي اليوم نحكيه على تقريب 30 نقطة بيع كي نقول نقطة بيع هي نقاط بيع نتاع الناس استثمرت في معناها في مجازان في محلات بيع محلات بيع مختصة للمنتوجات البيولوجية اللي ناقص في تونس هو أنه المحلات هذوما الكل مشاو اكثر في المواد المحوله خاطر نجموا يصبروا المواد نتاع كل يوم الخضره والغله اللي تتطلب معناها اكثر تدخل واكثر معناتها فيها اكثر ريسك هذيك نلقاو في بعض نقاط البيع الكبار كما تقول انت معناها لي سوبر مارشي وكل اللي هما عندهم قدره اكثر انهم يتحملوا مصاعب انه يتباع ما يتباعش ثم دونك هذيا يلزموا الكل وحنا تو نخدموا رانا برشا نخدموا على التعريف بالمنتوج هذيا على مستوى المستهلك انا الحاجه اللي فرحانه بها اللي ثم طلبات كبيره حاليا على واقبال على المنتوجات البيولوجية على كل المستويات ونقول اللي منتوجات البيولوجية راهي ماهيش كان منتوج ناكلوه راهو حتى في الكوسمتيك توا في المواد التجميل إلى غير ذلك الناس ولات ياسر سنسيبل للي برودوي شيميك واليوم عندنا بيع كبير احنا في تونس بالنسبة لهذايا كما انت حكيت على زيت الهندي كما نحكيو على العديد من المنتوجات اللي هما داخلة في تركيبة كل ما هو مواد تجميل واللي هي هامة بالنسبة للقطاع وتعطي قيمة مضافة. هيت نذكروا في الختام مدام سامية الناس اللي يتبع فينا وقد يغريها المجال هذية إنها تقتحمه إنها تستثمر فيه وخاصة بالنسبة للشباب ونعرفوا إنه سياسة الدولة كاملة تشجع على الانتصاب للحساب الخاص فمش امتيازات للشباب حاملي شهائد وقت اللي يستثمروا في القطاع هذا. بالنسبة لنا أحنا تعرف اللي القطاع هذية أول حاجة اللي خلى القطاع يتطور هما الامتيازات. الامتيازات هي جات أكثر حاجة في كلفة مراقبة التصديق، المراقبة والتصديق. الكلفة هذية كنا نعطيو في دونك تقريب 70% من الكلفة ياخذها المستثمر ك معناها سوبفونسيون. دونك حاجة أخرى كنا تقريب في مستوى الاستثمار كنا نعطيه في 30% ولا الاستثمار 50%. دونك هذايا من شأنه أنه غيالمون يشجع على اقتحام القطاع هذايا. لي جون أنا ما نقولوش كان في إطار الاستثمار في إطار الإنتاج. اليوم القطاع هذا يعطي في فرص كبار اللي عندهم شهائد عليا في مجالات جديدة تحلت. اليوم ريت في الـ في الـ في الفيلم أنه يحكي على الـ على الـ الفيلغاريزاسيون دونك الإرشاد يحكي على الإرشاد القديم. اليوم في التركيبة الجديدة نتاع منظومة الفلاحة البيولوجية الإرشاد إرشاد خاص بالفلاحة البيولوجية على خاطر ماهوش نفس الإرشاد. دونك هذا يعطي مجال للمهندسين اللي صاحبي أصحاب الشهائد العليا إلى غير ذلك أنهم يتخصصوا
في إرشاد خاص للفلاحة البيولوجية، أنهم يتخصوا في الكونسي بالنسبة للفلاحة البيولوجية، أنهم يدخلوا في مجال المراقبة في الفلاحة البيولوجية، وهذا الكل من شأنه أنه يزيد في الدبلوم نتاعهم ويزيد في دخول سوق الشغل. هذا ما يمنعش أنه الشبان جدد زادة رجعوا نشوف بالعالم تجديد نتاع الشريحه نتاع الفلاحه معناها في العمر في اوروبا براتيكمون الكل، في فرنسا، في هولندا، في انجلترا، الكلهم التجديد والتنقيس في العمر جاء على خاطر الصغار دخلوا انهم استثمروا في الفلاحه البيولوجيه في الجهات. دونك وهذا يخلي انه يعطي قيمه للفلاح البيولوجي ويعطي قيمه للجن، يحس روحه اللي هو ماهوش يعمل في فلاحة جد التقليدية والتقليدية، يقعد يدخل في تقنيات جديدة، قاعد يظهر كفلاح عصري، قاعد يدخل في أسواق وما عادش مربوط اونيكمون بالفلاحة، ولكن دخل في منظومات ولا يظهر للسوق ولا يعطي في منتوج اللي يعطي ريالمون قيمة حتى للإنسان، ويحس اللي هو الدفاع معناها حاجات اللي هما ميزات كي تقول انا نعطي في حاجه، يعرف حتى بالجهه نتاعو، يعرف يعني عنده دور كبير ويثمن منتوجات جهته ويثمن المعرفه نتاع الجهه، وهذه الكل يلزم ناس اللي هما تدخل في هالتفكير الجديد للفلاحه وفي هالنمط الجديد، وانك فلاح مش معناها انك تقعد فلاح، اليوم تنجم تكون فلاح، تنجم تدخل قطاعات اخرى بالنسبه للفلاحه، تحويل في وسط مستوى الضيعه يعطيك قيمه مضافه تنجم تعمله في الضيعه، ثاني حاجه تنجم تدخل لاغروتوريزم اللي هو تنجم تثمن منتوجك عبر نشاط سياحي على مستوى ضيعتك وعلى مستوى الجهه، تنجم تدخل معناها معرفتك اختك اللي هي تنجم تكون عاطله على العمل وانت بالمشروع نتاعك الفلاحي تنجم تدخل تعمل نقطه اخيره مدام ساميه لو تسمح، هل فما مكتب مصلحه مختصه في مرافقه الشباب هذوما؟ نعرفوا ساعات تكون النيه موجوده والفكره موجوده، اما لازم شكون يحكي لهم هل اللي انت كنت تحكي فيه كل هالتفاصيل، هالامتيازات، هالمسانده هذه وهالافكار اللي تنجم تحل لنا اسواق جديده؟ شوف مدام، البرنامج هذا هو برنامجنا الاستراتيجي اللي عملناه 2016-2020 ويكمل 2030. اليوم عنا اداره عامه خاصه بالفلاحه البيولوجيه اللي من مهامها حاجتين، المراقبه والاسترسال، وهو عالم كبير معناها اللي هو يعطي المصداقيه، ومن جهه اخرى عندنا اللي هو كلها مرافقه الفلاح والتنميه بالنسبه للقطاع. نفس الشيء اللي موجود على مستوى الوزاره موجود في كل مندوبيه جهويه للتنميه الفلاحيه، وعندنا اداره كامله خاصه بالفلاحه البيولوجيه على مستوى كل ولايه. واضح. والبرامج هذوما اللي موجودين على المستوى اللي حكيت لك عليهم الكلهم موجودين على مستوى الجهه، واليوم اي انسان يحب يدخل القطاع هذايا عندنا شباك موحد لتسهيل اول حاجه السوق ودخول السوق للمنتوجات نتاعو، وعندنا كذلك قسم خاص للتنميه وللاحاطه. شكرا لك مدام سامية، يعطيك الصحة. يلتجيو للجهه ولا يلتجيو للسنترال، هذا الكل هام وهام جدا، واي احنا عندنا العديد من المشاريع رانا اللي بدينا فيهم واللي نخدموا فيهم في الاطار هذا. شكرا لك مدام سامية معمر المديره العامه للفلاحه البيولوجيه، يعطيك الصحة على الحضور. هذا كان موضوع من المواضيع اللي اقترحناهم عليكم اليوم، بعد شويه باش نتحبطوا على البنائات المتداعيه للسقوط مع ضيفنا سي نجيب السنوسي مدير عام للاسكان بوزاره التجهيز، لكن نمشيو مره اخرى لزميلنا خميس بوبتان اللي موجود معنا في رابط مباشر، قلنا باش نرجعوا مع خميس في جربه، لكن المره هذه نطرحوا مشكل اخر نتحدثوا على استغلال الارصفه. يظهر لي خميس، مرحبا بك من جديد.